انت الحياه بدات في الفيوم زي ما كنا بنتكلم امبارح في مركز اطسه زي ما حضراتكم عارفين. انت الحياه بتشتغل على ايه؟ او بالاصح بتنظمها الاول مبادره او مؤسسه حياه كريمه بدات من امبارح، هتستمر لقد ايه؟ لخمس ايام. طيب انت الحياه بتعمل ايه؟ توعية موسعة بتستهدف الإنسان وبتستهدف سلوكه وفي شتى مناحي الحياة، وتعمل عروض مسرحية بسيطة لطيفة للأولاد علشان تبقى حياتهم حاجة تانية أكثر إيجابية. هنروح نشوف تقرير أنت الحياة ونذهب معاكم إلى مدينة وجامعة زويل، تحتاج مننا كل الدعم وكل التشجيع. مبادرة صحة المرأة بنستهدف بيها فحص الثدي والضغط والسكر للسيدات، مبادرة أمراض مزمنة دي بتشمل رجال وسيدات برضو بنستهدف فيها فحص الأمراض بقى المزمنة، ضغط وسكر واعتلال كلوي. المبادرة طبعا بنحاول نفعلها لوجود الكثافة هنا في القافلة، الإقبال بقى على الكشف في جميع العيادات الخاصة بالأطفال والبطنة. دورنا هنا توعية عن المبادرات الرئاسية وتوعية عن الصحة الإنجابية ككل. طبعا صحة المرأة دي أهم حاجة إحنا عايمين بيها من ساعة ما الرئيس عمل مبادرة 100 مليون صحة. طبعا شغالين صحة مرأة سواء كان فحص الثدي أو كورونا أو اعتلال كلوي أو الأمراض المزمنة، مش مرأة بس لا، كبار وصغار وكل حاجة. النهارده مشاركين مع حياه كريمه، وان شاء الله دي مش اخر تعاون بيننا وبين حياه كريمه. النهارده احنا جايين ومعانا مفروض قافله طبيه بتكشف وبتساعد مع حياه كريمه من خدمه من الجامعه، وعندنا متطوعين من اسر. احنا عندنا اسر في الجامعه، الاسر دي بتندرج تحت اداره الانشطه. عندي اسرتين النهارده موجودين فيهم طلبه متطوعين، عندي اسره فولنتيرنج واوتوبيانز. احنا دورنا هنا عمل تطوعي لخدمه المواطن تمام، بحيث ان احنا نوجههم على القافله والتخصصات تمام، ومن تنظيم اسره ومن عمل بطايق تمام، ومن طبعا جميع الخدمات متوفره هنا. وفي ملتقى، كان في ملتقى توظيفي تمام شغالين برضو فيه. مبادره الحياه هي مبادره بتشتغل على مدار 6 ايام، بنستهدف فيها مركز اطسا محافظه الفيوم. المبادره بالشراكه مع وزاره الشباب والرياضه، وزاره الصحه، صندوق مكافحه الادمان، المجلس القومي للمراه، ومعانا الجامعه البريطانيه. وزاره الشباب والرياضه بتشارك معانا في انشطه الاطفال في الملعب او في داخل فصول مدرسه الهنا. معانا كمان ملتقى توظيف بيستهدف الشباب، مركز اتسو.